اسهل طريقه باش تجيب الفلوس. وحنا في هذا السطح هذا، في هذه المدينه هذه اللي هي مدينه وجده، ها هي تبارك الله البيت الاسلامي. ها هو، تبعوا معايا الفيديو، اسهل طريقه باش دير الفلوس من خلال السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. اسهل طريقه باش دير الفلوس هي هذه. شوفوا كي راه داير اللون ها دابا، هي تنوض تخدم على راسك. ها هي الصبابه كحله، غادي نطليوها، وهذه الطريقه وغادي نوريكم الفينا ان شاء الله. تبعوا كيفاش غادي دير الفلوس. شوف شوف كي دير الفلوس. هاد البلاد الكحله تصبغ فيها الصباغه كحله، تخلط مزيان بالدوليون، وغادي نوريك كي دير الفلوس. الطريقه اللي غدير بها الفلوس مازال ما كملتها، من بعد ما كتخلط الصباغه انت شو كي دايره. وحنا كملنا وفي الاخير كنحصلوا على هاد النتيجه. ها هي، وبهاد النتيجه كنحصلوا على الفلوس. هادي هي النتيجه باش كنحصلوا على الفلوس، واسهل طريق. وهادي ماشي حرفه ولا، هادي يعني بريكولات، بريكولات يعني كتبريكولي في اي بريكولات صغار اللي ما كيبغوش يجيو لهم المعلميه. وما حنا ماشي سبع صنايع ورزق ضايع، الحمد لله، يعني ان ماشي هذه صناعتي، وماشي هادو هما اللي كيقول لك سبع صنايع ورزق ضايع. الصنايع هي الحرفه اللي تكون عندك بروفيسيونيل يعني مجهد فيها، كتعرف عليها من الا حتى الزيد. اما هاد اتواش الصغار بريكولات، تبغي تركب سقايه في الدار، كاين المعلميه الكبار ما يبغوش يجيو يركبوها لك، كاين صباغ يبغي يصبغ لك هادي ما يبغيش يجي يصبغها لك، لان هادو بريكولات صغار. خصك تدبر على اللي عنده مع البريكولات، وبهكا كتحصل على الفلوس. وهذه اسهل طريقه بعدا للدراري، وكاين حتى طرق اخرى للبنات ان شاء الله. كما قلت لكم هذه الطرق من طرق كسب المال الحلال. المال الحلال كيبارك فيه الله سبحانه وتعالى، وكيولي كثير باذن الله. اما تجيني وتقول لي ابليكاسيون دخل الفرص المتداولات وكذا، هذوك راه عباره على قمر. كاع ما تقوليش ما فيهمش هذوك منها ولا ولا تقول لي وان اكس بي، تقدر لي تما الاشهار تاع وان اكس بي، وملي تدخل تلقى القمر. كتقمر هذه، كتقمر على العواد ولا على الكلاب ولا كتقمر انت وزهرك، يعني ما نضموناش يعني 100%. وزيد عليها طرق كسب المال الحلال، تقدر تقلب في اليوتيوب ولا في الانترنت ولا في جوجل طرق كسب المال بسرعه، يعني بسرعه فوق تواجيز. لان الابليكاسيون خصها الاذكياء، يعني خص الناس يكونوا انتيليجو. ثانيا باش يكون حلال، ولا الا كنت يعني كدين بالديانه الاسلاميه وكنت مسلم، واش حلال ولا حرام؟ يعني غالبا لي زابليكاسيون ديال التداول، ديال فرص التداول، ديال الاسهم التجاريه، الاسهم الا ما كانتش يعني عندك درايه بها وكذا وكذا، يعني كتخاطر بالمال ديالك، يعني راه حرام، وكتخاطر بالمال ديال الناس الاخرين، يعني انت هذه راه داخله في الحرام. والا كسبتي حاجه كثيره راه تكون حرام. وسولوا هذوك اللي كسبوا الملايير والملايين شنو داروا بديك الفلوس، واش داروا بها شي حاجه ولا ولات عليهم بالحرام، يعني خرجت كتخرج الى اخره. بلا ما نوضح لكم راه كل شيء باين. تهلا اخوتي، السلام عليكم. صبغتها كامله، شكلها تبارك الله، تعقلش عليها جديده. نوف نوف، ولكن هذا المشكل هو اللي فيها هذه، راه الكويو هذا الشيء اللي كاين. هاي كي ولات تبارك الله، تخيل شفتها.